السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نشوف لو احنا عايزين نعمل بيت من الإزاز، طيب أول حاجة ممكن تعملها الفلور. ماشي، الفلور بقى براحتك، المفروض تبقى عادية ونخلي بس الباب هي الإزاز، أو ممكن تغير الماتيريال بتاعتها. يعني لو أنت عايز تغير الماتيريال ممكن تخش تغير الماتيريال اللي بتاعتها. طيب خلينا نخش في الحيطة، بتختار وول أركتكتشر، ومن هنا هنبدأ نختار كيرتن وول ستور فرونت، واروح قايل له انا عايز مثلا ارسم بيك لاين اهوت، وادوس تاب عشان اعملهم كلهم مره واحده اهوت، وتظبط بقى الارتفاع اللي انت عايزه، ممكن تقول لحد ليفل 2 عمل لي الحوض بالشكل ده. طيب اخش بقى على ليفل 2 واقول له انا عايز ارسم الفلور روف اهوت، ممكن تيجي من هنا تقول له اسلوب جلازنج، تقول له انا عايز اختار الحوايط، هو يبدأ يختارهم لك بشكل ده، وتقول له اوكي، وتيجي تشوفها في 3D. طب مش حد يطلب منك حاجة كلها ازاز يعني، بس الفرض يعني حد غير ازاز عايز منك حاجة ازاز. طيب خلينا نختار السقف، نبدأ نديله التقاطعات بتاعته. ممكن تيجي من هنا وتقول له انا عايز ابدا اعمل الكيرتن جريد اهوت، تعمل الكيرتن جريد زي ما انت عايز، او اسهل تقول له انا عايز اعمل كيرتن سيستم كامل، هو يبدا يعمل لك السيستم. تمام، او ممكن برضو تروح عامل سيلكت عليه وتقول له ايه طيب، وتبدا بقى تختار التقسيمات بتاعتك. انت عايز مثلا ده الجريد رقم 1 وجريد 2 اهوت، لو في الاكس وفي الواي المسافه بينهم قد ايه، وهنا مثلا لاي اوت ممكن تقول له انا عايزها فيس نمبر. فيس نمبر معناه ان انا هختار من هنا من بره اهوت بالشكل دوت. تمام، بعد كده تبدا بقى تختار المنيون شكله هيبقى عامل ازاي، الانتريور بتاعه، وبعد كده الحواف من الناحيه دي والحواف من الناحيه دي، فهيطلع معاك البيت بالشكل ده. ممكن مثلا واجهة محل حاجة زي كده. طيب خلينا نعمل حاجة تانية بقى، ان انا جينا في ليفل 1 واقول له انا عايز اعمل بيت خلال الماس اهوت، اقول له امبريس ماس اوكي، وهبدا ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت. اقول له كريت فور، تبدا بقى تشوف هيبقى عامل في 3D هيبقى عامل ازاي، وتقدر تعدل فيه، تقدر مثلا تختار الخط دوت تخليه بالشكل دوت، وهنا تقدر تغير فيه، تقدر تعمل ديفايد للبؤس لو انت عايز، تقدر تعمله اكس راي، تقدر تضيف اتش بالشكل دوت. وتقدر تضيف افق ورأس زي ما انت عايز. طيب اقول له فينش ماس، دلوقتي انا عايز اعمل الحوايط وهاجي من الاركتكشر واقول له وول، واقول له باي ماس اختاره بالشكل دوت، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل الروف باي فوت برنت ولا باي فيس، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل روف باي فيس، وتبدا تختار السقف بتاعك وتقول له كريت روف، فيبدا يعمل لك زي برضه تيست.